مساعدتك عشان احرك ده من الطريق. يا خبر، هو ايه ده بالظبط؟ دي علامة، ده تحذير من الممزقين. مين الممزقين؟ الممزقين طايفة شعرها الارتقاء في سلام، بيعوروا نفسهم بيعبدوا المسوخ وعايزين يبقوا زيهم. و تقدر تشوف اللي بيحصل لو مش عايزة تبقي زيهم. ونتعامل معاهم ازاي لو قابلناهم؟ مش هنقابلهم. هتساعديني ولا لأ؟ أيوة أكيد. ماشي، امسكي نفسك، هتحسي بس بضغطة بسيطة. يا خبر، عشان كده كله استغنى عن عربياته. ده ولا حاجة، في نفق فوق في طريق بيلنا بالقديم اللي كنت بمشي فيه أنا وبوزر. الزحمة كانت جامدة في نقطة تفتيش نيرو لمسافة ميل تقريبا، لما كل حاجة باظت. حاجة فظيعة. شفت أسوأ بس. أيوة، ده شكله مقلوب. ايوه ايوه فوق هناك. واو، ما تخيلتش اني هشوف المكان ده تاني. تمام، ماشي، الكهرباء شغالة. أنا ما تفاجئتش من حاجة زي دي. في ألواح شمسية فوق سطح المبنى الرئيسي، وسمعت إشاعات عن مولد كهرباء بيشتغل بالطاقة النووية، بس ما شفتوش قبل كده. تمام، بس إزاي بقى هندخل؟ أنا هوريك. الكهرباء لسه شغالة صح؟ سارة آيرين ويتكر، 2007659. ايه ده، تقنياتكم احسن بكتير عما كنت متوقع. مش تقنيه مذهله، ايري مش ذكيه، هي زي اي برنامج موجود على تليفون. ايري واجهت استجابه الذكاء الاصطناعي. مش معقول. هو ايه ده؟ مفيش، بس ايه ده؟ شايف الاكل كتير ازاي هنا؟ ساره، على فكره ده لازم ده نظام الزراعة بيشتغل تلقائياً، طالما في كهرباء بيفضل شغال لوحده. ماشي طيب، أنا مش مصدق إن المكان ده فيه كل حاجة، أكل وشرب وكهرباء وسور كبير. أنا مش مصدق إن مفيش حد موجود هنا. زي ما قلت، الكهرباء شغالة وطاقتها 8000 فولت وبتجبر الكل إنه لازم يبعد. شفت؟ تعالى. يلا.
غربان حقيرة. مصابة بالعدوى، وده السبب اللي خلاها تبقى عدوانية بالشكل ده. العدوى بتخليها مؤذية جدا. هنكون كويسين طول ما احنا ساكتين. ماشي، تعالي. حاضر. هو ايه اللي حصل هنا؟ معرفش. ايه؟ سارة، الناس دي كلها اشتغلت هنا صح؟ كنت عارفاهم؟ ايوه اعرفهم. يلا بينا نتحرك. في حد ضربهم كلهم؟ بالنار وهم ايه بيحاولوا يهربوا؟ قصدي ايوه الظاهر كده. بعدين قفلوا المكان جامد ومشيوا. يا ترى هم ليه عملوا كده؟ مش عارفه يا بيبي، مش عارفة، ما كنتش هنا. سارة ايرين ويتكر، رقم تعريفي 2007659. اوف، ده مش شغال. يلا في واحد تاني هنا. تمام. ليه بتسموها ايه؟ إيري؟ ليه إيري بتشتغل في البوابة الأمامية مش الباب الأمامي؟ بجد أنا مندهشة إنها لسه شغالة. أنا فاكرة إن زمايلي في قسم تكنولوجيا المعلومات كانوا دايماً بيشتكوا إن النظام بيبوظ، وكان ده بيحصل بالرغم من الصيانة الأسبوعية. دلوقتي فات قد إيه؟ سنتين؟ مش فاهمة الأبواب دي ليه مش شغالة. يا سارة، إيه؟ فاكرة لما قلتلك محدش يقدر يدخل هنا؟ أيوة. ليه؟ شكلهم دخلوا فعلا. دي حقيقة، عندك حق، حبسني برا فعلا. هاي اسمعوا، احنا مش جايين علشان نأذيكم ولا علشان نقعد هنا، دخلونا. تمام، في طريقة تانية للدخول؟ أيوة، عندي فكرة. تعال. في مخرج للطوارئ هنا في بوابة مبنى الصيانة. ويا ترى إيه السبب في إنهم مش بيقفلوا ده كمان؟ إحنا مش عارفين إنهم قفلوا أي حاجة. قصدي ممكن يكون في خلل، ومخارج الطوارئ مش ممكن تتقفل، دي جزء من بروتوكولات الأمان في كلوفردل. تمام، اهو لازم الاقي طريقه علشان اطلع هناك. وبس ثانيه هقدر اضرب على المزلاج. عظيم، عملتها قبل كده؟ ايوه، مره او مرتين. معرفش حاجة، ليه ما تخلينيش أدخل؟ أنا حقيقي مش عارفة إيه اللي حصل في الجراج، بس اللي متأكدة منه إنه محدش قدر يعدي السور ده قبل كده. أنا عارفة الناس دي، ولو كان جيم جوه كان دخلنا. جيم اللي كان شغال في الأمن. جيم اللي كان هيموتني لما حاولت أنقذك أول مرة. دي كان من فترة، والأوضاع اتغيرت دلوقتي. تمام، مش أحسن حاجة. سارة آيرين ويتكر 2007659. مساء الخير سارة آيرين ويتكر، أهلا برجوعك لكلوفردل.
الانتظار. زي ما قلت لك الأبواب التانية كان فيها أجهزة تصنط. مستعد؟ يلا يلا انزل على الأرض حيوان قصر. كنت بتقولي ايه؟ أيوة. العالم ده علمني حاجة واحدة، ما صرش في حد وأتوقع الأسوأ. بدأت أتفق معك في الرأي. انذار خلي هنا وغطيني من الرصاص. بلقي حاجة على الأرض كتير. هبعتلك لما يكون أمان. استنى، لو عندك الفرصة ممكن تضرب السماعات السخيفة دي بالنار. صوتها هيجنني. أخيرا أمان جاية. انذار انذار، لقد تم الاتصال منك. الشرطة في الطريق. لو تراجعت عن المكان أمان. جاية. قول رقة. لازم نطلع السلالم دي ونعدي الكوبري. تمام أنا معاكي. أنت بتعمل إيه؟ أقدر أستعمل ده. تحذير، مسموح باستخدام القوة ضد كل المتعدين. تحذير، مسموح باستخدام القوة. مقفول. استنى، سارة أيرين ويتكر، رقمي 2007659. سارة أيرين ويتكر، تم اختراق نظام الأمن. مؤسسة كلوفرديل هتتقفل بالكامل. بكرر. توقيف، رقمي 2007659. توقيف. بروتوكول الأمن 1761 تم وقفه. ممكن تخرسوا؟ مش ممكن يكونوا وقفوا الأمن الداخلي. أنت مستعد؟ أيوة، المرة دي خليني أدخل الأول. استنى، المرة دي هندخل مع بعض. ادخل من هنا. انذار انذار، لقد تم الاتصال بالهاتف والشرطة في الطريق هنا. لو تراجعت عن الجبل محدش هيجي. اللي حصل؟ انذار انذار، ده انذار من المستوى الرابع. رقمي 2007659، تخطى الامن ووقف الإجابة الصوتية السخيفة. ايه طيب، مستعد؟ أيوة. تحذير، استنى، مسموح باستخدام القوة ضد كل المتعدين. تمام، زي ما قلتي كتير اتغير. مسموح باستخدام القوة. خلينا نتأكد ان المكان فوق. أيوة بتصرف. فاكر اني صورت الصورة دي؟ انذار انذار، مفيش حاجة. لقد تم الاتصال بنجدة
والشرطة في الطريق لهنا، لو تراجعتوا عن المكان محدش هيتأذي. فاضي. وهنا برضو. انذار انذار، ده انذار من المستوى الرابع، في ضرب رصاص كتير، مطلوب تواجد الأمن في مركز الصيانة. تمام، المكان فاضي. تحذير، مسموح باستخدام القوة ضد كل المتعدين. يلا تعال نفتح الباب. مسموح. سارة ايرين ويتكر، رقمي 2007659، تخطى الأمن ووقف الإجابة الصوتية السخيفة. الدخول مرفوض. سارة ايرين ويتكر، تصريحك الأمني تم سحبه. من فضلك اطلبي مسؤول تكنولوجيا المعلومات عشان يساعدك. الشرطة في الطريق لهنا. حاجة تقرف. استني استني، لو كنا مشينا من هنا كنا هموت كده كده. كل مسدس الناحية التانية بينشن هنا، محتاجين خطة أحسن. أيوه عندك حل؟ طيب يمكن زي، هل في طريق يودي للسطح من هنا؟ من هنا في حافة هنا، ممكن تتسلق للسطوح عن طريق وحدة التكييف دي. قصدك انك تقدري تطلعي من هناك؟ اسمعي، عايزك تطلعي هناك وتنزلي نظام طفي الحرايق، خليهم مشغولين، لما يبصوا كلهم فوق هدخل انا من هنا هفاجئهم. تمام، دي خطة كويسة. ايه ده؟ الباب مقفول، فاكر؟ زفت. يلا يلا، عندي تم الاتصال بالنجدة. ايه؟ والشرطة في الطريق لهنا، لو تراجعتوا عن المكان محدش هيتأذي. انذار انذار، ده انذار من، حطي ايدك على القارئ ده، في ضرب رصاص كتير. استني بتعملي ايه؟ مطلوب تواجد الامن. تمام دخلت. هم قفلوا نظام الامن بس نسيوا رموز الاداره، ومن هنا ممكن ادي لك رمز دخول مؤقت، ده رمز تعريف هويتك. جاهز؟ ايوه. اسمك بالكامل ورقمك 5429009، فاهم؟ 5429009. صح كده؟ القوه. ايوه يلا. انذار انذار، لقد تم الاتصال بالنجدة، والشرطة في الطريق لهنا، لو تراجعتوا عن المكان محدش هيتأذي. هنا. تمام استني. انذار، ده انذار من المستوى الرابع، في ضرب رصاص كتير. جاهز؟ ايوه. تمام. ايوه. استنى لما الفت انتباههم وبعدين كده. استني ما تخطريش. مسموح باستخدام القوة ضد كل المتعدين. تمام يلا. القوة، انذار من المستوى الرابع، في ضرب رصاص كتير، مطلوب تواجد. جيمور انا عندي القوة. دوري، رد عليا فورا. ديكن لي سانت جون، رقم الهوية 5429009. صباح الخير ديكن لي سان جون، أهلا بيك في مؤسسة كلوفردل للأفكار في آير بيوت. ده أول تسجيل دخول ليك، من فضلك. عطل الرد الصوتي. مش ممكن يا جيم، اسمعني. تمام يلا بينا. ايه اللي انت عملت ده؟ كان لازم تهرب أول ما لقيت فرصة. لقد تم الاتصال، والشرطة في الطريق لهنا، لو تراجعتوا عن المكان محدش هيتأذي. اتحرك. انذار انذار، مسموح باستخدام القوة ضد كل المتعدين. تحذير، مسموح باستخدام القوة. آخر واحد. انذار انذار، ثانية. لقد تم الاتصال بالنجدة، والشرطة في الطريق لهنا، لو تراجعتوا عن المكان محدش هيتأذي.
انذار انذار، ده انذار من المستوى الرابع. مطلوب تواجد الامن في مركز الصيانه. تحذير، مسموح باستخدام القوه ضد كل المتعب. ايدك ما تضربش، ايدك ما تضربش، انا مستسلم. ما تقتلوش، عايزينه حي. انت بتستعبط، انا قلت ايدك. تمام تمام، بس قول لي انت عايز ايه. ماشي تمام، معوش سلاح، كنا بس بندافع عن نفسنا. وصل تحت. كل الناس اللي اتقتلوا بره يا جيم، اللي ضربتهم بالرصاص في راسهم. أنا مش عارف بتتكلم عن إيه. كان إيه ده؟ ويا ترى كانوا عايزين يعملوا إيه؟ يروحوا لعائلاتهم أو يجيبوهم هنا معاهم؟ بس أنت منعت إن ده يحصل. ما كناش هنقدر نخاطر. استنى استنى استنى، مش هقدر، ما تضغطيش عليا. جيم انا هعد لتلاتة. لا 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 لا، واحد. انتي مش فاهمة. اتنين. ما تعمليش ده. تلاتة، افتح الباب الزفت ده. حاضر حاضر. أتمنى تبقي عارفة بتعملي إيه. شكراً يا جيم. أيوة عارفين بنعمل إيه. أنتي مش مضطرة لده، سيبيني أمشي. أنا أسفة بس ما نقدرش نخاطر. بسرعة، عايز اخرج من هنا بسرعه. ده كله حقيقي، مش عايز اصدق. ايه اللي بتتكلمي عنه؟ دي غلطتي أنا. أنا مش فاهم غلطتك. كان لازم أفهم من الأول خالص. أصلنا كنا بنزرع الجنزبيل البري وجذور العنب هنا، بس كل ده اتغير، شمعوا كل حاجة وأخدوا التصريح بتاعي. المهم إن ديفيد كان دايماً يقول لي إن في حاجة غلط. تمام تمام، مين ديفيد؟ ديفيد جورمان كان المتدرب في البحث ده. تعرف قلت له ايه؟ قلت له اننا صيادله، واننا تحت ايدينا تقنيات عاليه جدا ودعم بمبالغ ضخمه، فينسى الموضوع، ما سمعش كلامي. هكر السيستم ودخل على نظام الحمايه وقال لي انه نوع من المشاريع السريه او حاجه. تمام. زي كده مشروع سري. بس كان عايز يبقى ادوارد سنودن الثاني ويكشف كل حاجه عن المشروع ده كله، ويبقى ديفيد جورمان هو اللي واجه إمبراطورية الشر وأنقذ العالم وكل الكلام ده. بس أنا ما صدقتوش يا ديكن، واتهمته كمان إنه موسوس بالشك. أكيد هو عارف يقتحم المكان هنا وياخد عينة من المواد والحاجات اللي كانوا بيصنعوها هنا. تمام، مش فاهمك، قصدك إيه؟ أنا للأسف ما فهمتش غير بعدها بشوية. الليلة اللي اتطعنت فيها كنت رايحة مكتب كلوفردال في فيرويل عشان أحاول ألاقي ديفيد، بس أنا ما لقيتهوش، كان اختفى قبلها بأسبوعين. أكيد هو راح معرض جرين إكسبو اللي في بورتلاند. هو أكيد كان بيحاول يقابل مراسل، غالباً اتعدى ساعتها بس ما كانش لسه يعرف. يا خبر. وبعدها بيومين كل اللي كانوا في المؤتمر اتعادوا، وبعدين كلهم اتحطوا في طيارات ورجعوا على طول على بلادهم.
بعدها باسبوع 2.5 مليار شخص كان سارة ماتوا. ده مش ممكن يكون غلطك. انت ما تقدريش توقفيه. كنت هتوقفي انت ازاي؟ مش فاهم. ده البحث بتاعي. البحث بتاعي كان جزء من ده. دي كنت انا شاركت في ده. هم استغلوني. Ha ha ha!